بالرغم من أنه تم تأجيل مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 73 بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا أنه القيمين على هالفستيفال أعلنوا عن الأفلام المرشحة رسمياً عن هذا الحدث، والأعمال العربية كان لها حصة بها الدورة ضمن أكثر من 50 فيلم عالمي مرشح. لبنان يحجز مقعده في مهرجان كان في فيلم بروكن كيز ويشق طريقه للأوسكار. فشملت القائمة الفيلم اللبناني بروكن كيز للمخرج جيمي كيروز، مع نخبة من الممثلين اللبنانيين أبرزهم عادل كرم، سارة أبي كنعان، بديع أبو شقرة، وجابرييل يمين. وبتدور القصة حول كريم اللي عايش بمنطقة منكوبة بسوريا وعم بفكر بالهجرة، وطريقه الوحيد ليحقق هالشي إنه يبيع البيانو الخاص فيه، وهيك بتبدأ الأحداث المشوقة. وفور الإعلان عن الترشيحات بارك النجوم لفريق العمل عبر تويتر مثل إليسا وداليدا خليل وألين لحود وجيسيكا عزار. أما مصر فترشحت عن فيلم سعاد للمخرجة آيتن أمين، وهو من إنتاج مصري تونسي وبضم وجوه جديدة. وهالفيلم كان فاز بأكثر من جائزة بمرحلة التطوير بمهرجان الجونة في دورته الماضية.